هنتكلم عليه النهاردة يا باشمهندسين. هنكمل على السكشن بتاع المرة اللي فاتت. عايزين نحدد الايه حاجة اسمها الماكسيمم والمينيمم بوينتس اوف فانكشن ان سيفرال ايه ان سيفرال فاريبل. قال لك والله لو عندي فانكشن اسمها زد، الزد دي فانكشن في الاكس والواي، عايز اجيب لها الايه حاجة اسمها الكريتيكال بوينتس او الماكسيمم والمينيمم والسادل ايه والسادل بوينت. قال لك والله يبقى انا عشان اجيب الكريتيكال بوينتس لازم يكون عندي فانكشن into independent variable. هي دي اللي انا اعرف اجيب لها الايه الماكسيمم والمينيمم والساتل بوينت. قال لك والله يبقى انا ايه لما يجي لي فانكشن في تو فاريبل ويجي يقول لك هات لي الكريتيكال بوينت، يبقى هو كده عايز اللوكال ماكسيمم واللوكال مينيمم والسادل بوينتس. ايه هي السادل بوينتس دي يا باشمهندسين؟ قال لك والله دي بوينتس كده لا هي ماكسيمم ولا هي مينيمم. لو بصيت لها من اتجاه معين ممكن تلاقيها ماكسيمم، لو وصلت لها من اتجاه تاني ممكن تلاقيها مينيمم، فدي بنسميها الايه السادل بوينت. فقال لك والله التلات حاجات دول بيسموهم ايه الكريتيكال بوينتس. طب اجيب ازاي يا باشمهندس الايه الكريتيكال بوينتس دي، وازاي احدد ماكسيمم ولا مينيمم ولا سادل بوينت؟ قال لك والله في شوية ستيبس كده بإيه يعني نمشي عليهم. يقول لك أول حاجة هات لي الزد إكس مساوي الزد إكس دي بالإيه بالزيرو، اعمل لي دريفتيف من السكشن اللي فات بالنسبة لإكس وساوي الزد إكس دي بزيرو، وهات لي الزد واي وساوي برضو الزد واي بالايه بالزيرو. والله يحل لي التو اكويشن اللي هيطلعوا لك دول اللي هي الزد اكس ايكوال زيرو والزد واي ايكوال زيرو. يعني هنقول سولف التو اكويشن دول هيطلع لك والله الايه الكريتيكال بوينتس اللي عندك. يبقى انا كده اول حاجه عملت ايه، عملت دريفتيف بالنسبه لاكس، يبقى جبت الزد اكس وسويتها بزيرو وجبت الزد واي وسويتها بزيرو، حليت الاثنين ايكويشن مع بعض قدرت اجيب الايه الكريتيكال بوينتس. ناقص لي ايه؟ ناقص لي بقى والله احدد الكريتيكال بوينت دي هي ماكسيمم ولا مينيمم ولا الحاجه التالته اللي احنا قلنا عليها اللي هي السادل. قال لك والله يبقى انت كده ايه تخش على خطوة رقم اتنين. قال لك والله هات لي حاجة اسمها دي اللي هي الزد اكس اكس مضروبة في الزد واي واي ماينس الزد اكس واي سكوير. وبيقول لك والله لما تجيب الدي دي، لو الدي دي طلعت لك رقم نيجاتيف، يبقى انا والله البوينت اللي عندي دي سادل بوينت. طيب لو ال دي ايكوال زيرو، يقول لك والله لما الدي تطلع لك بزيرو ما لا هي رقم بوزيتيف ولا هي رقم نيجاتيف، ساعتها بيقول لك والله ايه التيست بيفيل في الحالة دي، ما اقدرش احدد ان الكلام ده ماكسيمم ولا مينيمم ولا سادل. التيست ده اللي عندي ما بيقدرش يحدد لي، فتلجأ بقى لايه لطرق تانية عشان تعرف هي ماكسيمم ولا مينيمم ولا سادل. طيب لو الدي دي اكبر من الزيرو رقم بوزيتيف، فانا كده عرفت والله اللي هي ايه يا ماكسيمم يا مينيمم. طب اعرفها ازاي؟
قال لك والله هتروح جايب لي الزد اكس اكس، لو طلعت اكبر من الزيرو او طلعت رقم بوزيتيف يبقى الكلام اللي عندك ده او البوينت اللي عندك ده لوكال مينيموم. طيب الزد اكس اكس لو طلعت لي رقم نيجاتيف اصغر من الزيرو يبقى اللي عندي ده ايه؟ لوكال ماكسيمم. يبقى انا والله ايه لما يجي لي فانكشن في ايه في تو اندبندنت فاريبل وبيقول لك هات لي الكريتيكال بوينتس وحدد لي هي ماكسيمم ولا مينيمم ولا سادل، هنعمل ايه؟ هنمشي على الستبس دي. اول حاجه هنجيب الزد اكس ونسويها بالزيرو، نجيب الزد واي ونسويها بالزيرو، هنحل التو ايكويشن مع بعض. يبقى انا كده طلعت الايه، طلعت اول حاجه الكريتيكال بوينتس اللي عندك. طب عايز اعرف هي ماكسيمم ولا مينيمم ولا سادل، هنعمل ايه؟ قال لك والله هتخش على الاختبار التاني، هتجيب لي الدي اللي هي عباره عن زد اكس اكس مضروبه في الزد واي واي ماينس الزد اكس واي سكوير، والدي دي لو طلعت لك رقم نيجاتيف يبقى ان البوينت دي على طول هي ايه، هي سادل بوينت. لو طلعت لك ايكوال زيرو يبقى انا والله التيست هنا هتقول له التيست بيفيل، او ما اقدرش، ما في نو انفورميشن، ما اقدرش اطلع الكلام ده ماكسيموم ولا مينيموم ولا سادل. ولو الدي عندك رقم اكبر من الزيرو يبقى انا كده والله عرفت ان البوينت دي يا ماكسيموم يا مينيموم. هجيبها ازاي؟ هجيب الزد اكس اكس او الزد واي واي براحتك، اختبرها اشوف لو الزد اكس اكس اكبر من الزيرو يبقى البوينت اللي عندي دي لوكال مينيموم، لو اصغر من الزيرو يبقى البوينت اللي عندي دي ايه، لوكال ماكسيموم. في مشاكل لحد دلوقتي يا شباب؟ حد عنده أسئلة لحد دلوقتي؟ تمام، تعالوا ناخد بقى أول مسألة. بيقول لك والله الـ F X Y equal الـ X power 4 plus الـ Y power 4 minus 4xy plus 2. عايزني أجيب الكريتيكال بوينتس اللي عندي وحدد هي ماكسيمم ولا مينيمم ولا إيه ولا سادل بوينت. أول حاجة أعملها إيه يا شباب؟ زد اكس ايكوال 0 زد واي ايكوال 0. بالظبط، هنجيب الزد اكس ونسويها بالزيرو. الزد اكس ايكوال إيه؟ 4x 4x 4 x power 3 minus 4 4y y ونساوي الكلام ده equal ايه؟ equal 0. يبقى دي والله أول equation عندي. طيب عايز أجيب ال fy، نعتبر ال x ايه؟ ال x constant، يبقى 4 y power 3 minus ال 4 اكس، الكلام ده ايكوال زيرو. يبقى دي تاني ايكويشن عندي. قال لك والله المسائل بتاعت الماكسيمم والمينيمم دي هي اللعب كله، اللي انت تحل الايه الاتنين ايكويشن دول مع بعض. لو عرفت تحل الاتنين ايكويشن دول مع بعض يبقى المسألة كده بالنسبة لك ايه، بالنسبة لك هتمشي على الستيبس ما فيهاش اي ايه، ما فيهاش اي فكر. طب عايز احل الايكويشن الاتنين ايكويشن دول مع بعض، قال لك والله في الحالة دي ايه، عندي الموضوع سهل، ممكن اجي اقول له from 1 نطير الايه الفور مع الفور تبقى الاكس باور 3 ايكوال الواي، ونعوض عنها في الايه في الايكويشن التانية، نعوض نشيل كل واي نحط ايه اكس باور 3، بقى عندي 4 اكس باور 3 اول باور 3 ماينس ال 4 اكس ايكوال ايه ايكوال الزيرو. ال 4 دي هتروح مع الايه، مع ال 4 دي، يبقى عندك الاكس باور 9 ماينس الاكس ايكوال 0.
نعمل ايه؟ ناخد الاكس كومون فاكتور، يبقى الاكس مضروبة في الاكس باور 8 ماينس ال1، الكلام ده كله ايكوال ايه؟ ايكوال الزيرو. يبقى عندي كام روت او كام حل للايكويشن دي يا شباب؟ اتنين صفر واحد. حد عنده رأي تاني؟ نيجاتيف 1 كمان. تمام. أربعة يا باشمهندس. صفر وسالب واحد واحد. هما ثلاثة بس. أول حاجة يا إما الإكس إيكوال زيرو، يا إما عندي الإكس باور 8 إيكوال الون. بما إن الباور اللي عندي ده رقم إيفن، أنا من هنا هقول له الإكس إيكوال 1 أو الإكس إيكوال إيه؟ إيكوال نيجاتيف 1. تمام كده يا شباب؟ يبقى أنا كده عندي تلاتة إيه؟ تلاتة كريتيكال بوينتس، يا إما الإكس إيكوال 0 يا إما الإكس إيكوال 1 أو إيه؟ أو نيجاتيف 1. فالثري بوينتس اللي عندي، أول حاجة الإكس إيكوال 0، انا عندي الواي كانت ايكوال ايه؟ الواي ايكوال اكس باور 3، فنحط الاكس بزيرو والواي هتطلع لي بايه؟ بزيرو. يبقى يا اما بوينت زيرو زيرو، لو الاكس بواحد الواي برضو هتطلع لي بواحد، لو الاكس بنيجاتيف واحد يبقى الواي برضو هتطلع لي بايه؟ بنيجاتيف واحد. يبقى انا والله طلعت ايه؟ 3 كريتيكال بوينتس عندي، يا إما 0 0 أو 0 0 والواحد واحد والنيجاتيف واحد والنيجاتيف واحد. ناقص لي أجيب إيه يا شباب؟ ناقص لي أجيب كل واحدة فيهم مينيمم ولا ماكسيمم ولا إيه؟ ولا سادل. هنعمل إيه؟ جيب نجيب الدي الإكس إكس إف واي نجيب واي الدي إف إكس اللي أنا واي. بالظبط، اللي هي جواها إف إكس إكس وإف واي واي وإف إكس واي. يبقى انا محتاج اجيب اول حاجه الاف اكس اكس، انا عندي الاف اكس كانت ايكوال ايه؟ خلي بالنا نجيبها من ايه؟ من اول اف اكس احنا جبناها من قبل ما نطير ايه؟ منطير اي ايه اي حاجه، كانت 4 اكس بار 3 ماينس الفور واي، عامل لها دريفيتيف بالنسبه لاكس يطلع لي ايه؟ 12 اكس سكوير. 12 اكس سكوير بالظبط. طيب الاف واي واي، فور واي 12 واي سكوير. بالظبط نفس الكلام، 12 واي سكوير. طيب الاف اكس واي نيجاتيف 4، ال اف اكس كانت 4 اكس باور 3 ماينس ال 4 واي، هعمل لها دريفيتيف بالنسبة ل واي يبقى هتطلع لي على نيجاتيف 4. ايه؟ نيجاتيف. بالظبط، يبقى انا كده جبت ال اف اكس اكس ال اف واي واي ال اف اكس ايه واي. الدي كانت عندي بقى ايكوال ايه؟ قال لك والله الدي كانت ايكوال اف اكس اكس مضروبة في ال اف واي واي ماينس ال f x y سكوير. عايز اجيب ال d بالايه؟ بالنسبة ل 3 بوينتس اللي عندي، ال 0 وال 0 وال 1 وال 1 وال negative 1 وال negative ايه؟ وال negative 1. طيب ال 0 وال 0 بتطلع لي ايه؟ negative stable point. الزيرو والزيرو حط الاكس ايكوال زيرو بالظبط، هيطلع لي نيجاتيف 16، فيطلع لي الدي دي ايه رقم نيجاتيف، هتبقى على طول البوينت دي ايه يا شباب؟ ماكسيمم سادل دي بالنيجاتيف. سادل اما الدي لما تكون بالنيجاتيف تبقى على طول الكلام ده سادل بوينت. ماكسيمم وينام دي لما تكون ال دي ايه بالبوزيتيف، وساعتها اشوف ال اف اكس اكس طالعه لي بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف.
يبقى انا كده جبت اول حاجه الزيرو والزيرو دي طلعت لي ايه سادل بوينت، الوان والوان الدي بتاعتها هتبقى ايه بوزيتيف 12 في 12 ماينس 16 هتطلع لي الكلام ده يطلع لي بوزيتيف. يبقى انا والله عرفت ان البوينت دي يا اما ماكسيمم يا اما مينيمم. اعرفها ازاي؟ قال لك والله هات لي الاف اكس اكس يطلع لي بوزيتيف ولا نيجاتيف. بوزيتيف برضه بوزيتيف يطلع لي بوزيتيف. ليه؟ لانها تطلع 12 والرقم ده مينيمم بوزيتيف. يبقى البوينت دي مينيمم ولا ماكسيمم؟ مينيمم 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 بالظبط. قلنا والله لما ال fxx تطلع لي بوزيتيف يبقى البوينت اللي عندي دي مينيمم او لوكال ايه مينيمم. اخر بوينت عندي نيجاتيف 1 ونيجاتيف 1 ال دي هيطلع لي هتطلع لي نفس الكلام بوزيتيف ان انا عندي ايه الx والy squared. والله عرفت ان البوينت دي كمان يا اما ماكسيمم او مينيمم. هنجيب ال fxx fxx اللي هي 12x سكوير تطلع لي برضو ب 12 بوزيتيف برضو بوزيتيف. يبقى البوينت دي كمان ايه مينيمم بوينت. فاهم ده يا شباب؟ حد عنده مشكلة في المسألة دي يا شباب؟ طيب تعالوا ناخد واحدة تاني. كان في حد برضو سألني تقريبا فيها ال f x y equal ال e power x مطلوبة في ال a الكوزين y. يقول لك والله هات لي الكريتيكال بوينتس وحدد لي ماكسيمم ولا مينيمم ولا صدر. أول حاجة قلنا بنعملها إيه؟ هنجيب ال f x. f x هتطلع لك كام يا شباب؟ e power x كوزين y بالظبط، هتنزل زي ما هي كوزين y كونستانت وال e power x الدريفتيف بتاعها e power x يبقى e power x كوزين y. الكلام ده نسويه بالايه؟ بالزيرو. دي كده أول equation عندي. طيب ال f y نيجاتيف e باور x بالظبط، نيجاتيف e باور x ساين y. الكلام ده برضو ايكوال ايه زيرو. ودي تاني ايكويشن عندي. عايز احل الايه الاتنين ايكويشن دول مع بعض نعمل ايه؟ قال لك والله لما بلاقي عشان نخلي الموضوع ستاندرد كده بنعمل ايه، خد لي اول ايكويشن وفصلها افصصها لي وصلها لاخر حاجه وبعد كده اخش على ايه على تاني ايكويشن. يعني ازاي الكلام ده؟ قال لك والله from 1 اجي اقول لك والله من ايه من المعادله رقم واحد دي يا اما ال e power x equal 0 والكلام ده طبعا هيبقى عندي ايه refused. مفيش حاجه اسمها ال e power x equal 0 يا إما عندي الكوزين y equal 0. يبقى أنا كده طلعت من أول equation عندي إن الإيه الكوزين y equal 0. طيب تعالوا نخش على ال equation رقم 2 from 2. هلاقي برضو يا إما ال e power x equal 0 اللي هي برضو هتبقى refused عندي يا إما الساين y equal a equal الزيرو. يبقى انا كده طلع لي من تاني equation ان الساين y equal الزيرو. يبقى انا كده والله عايز point بتحقق لي ان الكوزين y equal زيرو والساين y equal زيرو. هل في اي بوينت بتحقق لي ان الساين y equal 0 والكوزين y equal 0؟ ايه مفيش اي بوينت بتخلي لي الايه الساين والكوزين equal ايه
equal 0. يبقى والله ما فيش حل اصلا للايه للتو equation دي، واجي اقول له والله عادي ايه ان نو critical points عندي في الايه في الايكويشن ده. بتفهم دي يا شباب؟ حد عنده مشكلة في دي يا شباب؟ طيب تعالوا ناخد نوع تاني من الايه من المسائل. يقول لك find volume of largest rectangular box بيقول لك والله one vertex تقع في البلين اللي هو x plus 2y plus 3z equal a equal l6. باشمهندس هي الصورة واقفة. الصورة واقفة. بيقول لك والله عايز أكبر حجم للريكتانجلر بوكس، وبيقول لك إن في one vertex في الإيه بتقع في البلين اللي هو مدهولك x plus 2y plus 3z equal a equal 6. تعالوا نرسم كده الإيه الإيه ريكتانجلر بوكس اللي هو بيقول لي عليه. لو رسمت كده الإيه دي ال x ده ال y ده ال z، جيت رسمت والله ال ايه ال rectangular box شروع. طب انا هخرج يا شباب وايه وخش كده والله رسمت الايه الريكتانجلر بوكس اللي هو بيقول لي عليه، وتبقى عندي البعد ده اللي هو اكس وده اللي هو واي وده اللي هو ايه اللي هو زد. عايز اجيب اكبر فوليوم للايه للريكتانجلر بوكس ده، يبقى عندي الفانكشن اللي عندي اللي انا هشتغل عليها واجيب بيها الماكسيموم هتبقى ايكوال ايه يا شباب؟ ال f y times x بالظبط، ال x في ال y في ال z. يبقى ال function اللي عندي اللي هي ال volume اللي هي equal x y و z. طب والله يا باشمهندس انت قلت لي ان انا بعرف اجيب ال maximum وال minimum وال saddle point لما يكون ال function اللي عندي في 2 variable بس، انا عندي هنا ال function في 3 variable x y و z، هعمل ايه؟ اخد يعني اخلي الاكس فوق في طرف وادي الطرف الثاني واعوض تحت في الفوليوم. بالظبط، قال لك والله هي دي فايده الايه الشرط اللي هو مديهولك عندك في المساله. بيقول لك والله اللي في one vertex ليكن الفيرتكس دي بتمر بالبلين الx plus 2y plus 3z equal a equal 6. يبقى انا والله من الايكويشن دي او من معادله البلين دي ممكن اخو اجيب فاريبل بدلاله التو فاريبل التانيين، واخد الفاريبل ده اعوض عنه الفانكشن اللي عندي، فتبقى الفانكشن اللي عندي في ايه اتنين فاريبل بس، واحل عندي المشكله وخلي الفانكشن في تو فاريبل، فاقدر اجيب لها الايه
المينيمم والماكسيمم والسادل بوينت. طيب اسهل حاجه اجيب ايه بدلاله ايه؟ الزد اكس الزد بدلاله الاكس والواي. في حد يجي يقول لي والله ايه ممكن اجيب انا ايه عارف دايما الاف بتطلع لي في الاكس والواي فانا هجيب الزد بدلاله الاكس والواي. بقول لك والله طب ما انت الاسهل ان انت تجيب الاكس بدلاله الواي والزد، ليه مش هيطلع لك فيها اي كسور ولا اي حاجه؟ فانت ايه ممكن تجيب from البلين وممكن تيجي تقول له الاكس دي ايكوال ال 6 ماينس ال 2 واي ماينس ال 3 زد. يبقى انا كده جبت الاكس بدلاله الواي والزد. اروح بقى ارجع في الفانكشن اللي عندي اشيل الاكس واحط مكانها الايه ال 6 ماينس ال 2 واي ماينس ال 3 زد مضروبه الواي والزد. فقال لك والله ممكن الاف العادي تطلع ايه مش شرط اللي هي تكون اكس وواي، ممكن تكون فانكشن في الواي والزد. وساعتها اجيب الاف والاف ايه والاف ايه، اجيب الاف واي والاف زد عادي. تيجي تقول له والله الاف واي، خلينا بس نضرب نبسط الفانكشن اللي عندي. يبقى الاف اللي عندي دي 6yz minus 2y square z minus 3yz square. عايز بقى اجيب الايه fy واساويها بالزيرو. fy equal ايه يا شباب؟ 6z 4yz minus 3z square. أول حاجة ال 6 زد ماينس 4 واي زد ماينس 3 زد سكوير نساوي الكلام ده بالإيه؟ بالزيرو. تعالوا بالمرة كده ناخد الإيه؟ الزد ده كومون فاكتور، يبقى الزد مضروبة في ال 6 ماينس 4 واي ماينس 3 زد equal a equal الزيرو. ويبقى عندي دي ايه اول equation. تاني حاجة نجيب الايه الاف زد، الاف زد equal a قال لك والله تبقى 6y minus 2y square minus 6 y z. الكلام ده برضو equal ايه equal zero. تعالوا برضو ناخد الايه ال y common factor، ال y مضروبة في ال 6 minus ال 2 y minus ال 6 z. الكلام ده كله equal ايه equal zero. ودي تاني equation عندي. يبقى انا ناقص اعمل ايه كده دلوقتي يا شباب؟ احل ال اف واي او الايكويشن او الايكويشن عندي مع تاني ايكويشن عندي. نعملها ازاي؟ قال لك والله الطريقه اللي احنا قلناها، ما نيجي ناخد اول ايكويشن عندي. طبعا في كذا طريقه اللي انت تحل الايه التو ايكويشن دول مع بعض، بس ايه خلينا بحب نمشي ايه سيستماتيك كده عشان الناس ايه الناس ما تتوهش. هنقول لك والله from اول equation عندي هتطلع لي ايه اول equation. اقول لك والله يا اما ال z equal 0 يا اما ال 6 minus 4y minus 3 z equal 0. صح كده يا شباب؟ طيب تاني equation، تاني equation والله بيقول لك برضو يا إما هتطلع لي ال y equal 0
يا إما هتطلع لي ال 6 minus ال 2y minus 6z equal 0. حد عارف كده هيطلع لي كام بوينت يا شباب؟ يعني انا كده من الايكويشن الاولانيه طلع لي ايه اتجاهين، يا اما الزد ايكوال 0 يا اما ال6 ماينس 4y ماينس 3z ايكوال 0، ومن تاني ايكويشن طلع لي برضو اتجاهين يا اما الy ايكوال 0 يا اما ال6 ماينس 2y ماينس 3z ايكوال 0. قال لك والله يبقى انت تاخد الz ايكوال 0 دي تعملها مع الy ايكوال 0 ده مره، اعملها بلون تاني ده كده هيطلع لك أول بوينت عندك، وال z equal 0 مع ال 6 minus 2y minus ال 6 z equal 0 ده هيطلع لك تاني بوينت عندك، وتاخد برضو ال ايه ال 6 minus 4y minus 3 z equal 0 اعملها مرة مع ال y equal 0 دي كده تالت بوينت، ومرة تحلها مع ال 6 minus 2y minus 6z equal 0 يبقى دي كده ايه آخر بوينت عندي. اتفهم ده يا شباب؟ يا باشمهندس انا مش فاهمها، وبرضه مش فاهم الجزئية بتاعت f equal xyz دي جت منين. طب خلينا في الأول بتاعت ال f equal xyz، هو طالب عندك في المسألة ايه؟ بيقول لك find the volume of largest rectangular box، عايز الفوليوم اكبر فوليوم للايه للريكتانجلر بوكس. فاحنا والله فرضنا ان الايه الريكتانجلر بوكس ده الابعاد بتاعته الاكس والواي والزد، فساعتها الفوليوم بتاعه هيبقى ايكوال ايه؟ تمام اكس واي زد هيبقى تمام. ايكوال الاكس واي زد. يبقى انا الفانكشن دي هي دي اللي انا عايز اجيب لها الايه اللارجست بوينت او اللارجست بتاع الفوليوم ده، عايز اجيب لها الماكسيموم، عايز اجيب اكبر فوليوم للايه للفانكشن دي. قابلتني مشكله اللي انا عندي الفانكشن دي في 3 فاريبل، فقلنا هنعمل ايه ساعتها؟ والله لازم يديك شرط في المساله ايه يخليك تعوض بايه بفاريبل فيهم بدلاله التو فاريبلز التانيين. فواجي قال لك والله ان في فيرتكس فيهم بتمر بالايه بالبلين ده، فانا والله جيت خدت الاكس في معادله البلين دي عملتها بدلاله الواي والزد وحطيت الاكس في الايه في الفانكشن اللي عندي، شلت الاكس وحطيتها بدلاله الواي والزد، فبقت الفانكشن عندي بدلاله الواي والزد بس. فساعتها والله بقت الفانكشن في تو فاريبل بس، ساعتها اقدر اجيب الايه الماكسيمم والمينيمم. تمام كده جبت ال f y وال f z، عايز بقى احل الايه ال equation الاولانيه دي مع ال equation الثانيه دي. قال لك والله خد اول equation عندك وفصصها كده شوف هتطلع لك ايه. اول equation يا اما ال z equal 0 يا اما ال 6 minus ال 4 y minus ال 3 z دي equal 0. حد كده معترض لحد دلوقتي؟ اللي كان بيسأل. لا تمام محضر. تمام يبقى انا كده من اول ايكويشن طلع عندي اتجاهين، يا اما الزد ايكوال 0 يا اما ال6 ماينس 4y ماينس 3z ايكوال 0. طيب تعالوا ناخد برضو ايه تاني ايكويشن، هيطلع لك والله فيها برضو ايه يا اما الy ايكوال 0 يا اما ال6 ماينس 2y ماينس 3z ايكوال 0. فانا كده عندي من الايكويشن الاولانيه طلع لي اتجاهين، ومن من الايكويشن الثانيه طلع لي اتجاهين. طيب عندي البوينتس اللي عندي هنجيبها ازاي؟ قال لك والله خد اول اتجاه فيهم وجربه مع الاتجاهين التانيين، يعني خد الزد ايكوال 0 وحطه مره مع الواي ايكوال 0 ومره مع ال6 ماينس 2y ماينس ال6 زد ايكوال 0. خلينا كده نجيب اول بوينت، هتطلع لي كام وكام يا شباب؟ ال y equal ايه؟
3 و 0 لو اول واحد اول خط ده اللي هو ده 0 0 بالظبط الواي باشمهندس ايكوال 0 اتفضل والزد هو مش لازم اصلا اشتغل مش لازم اشتغل بالواي بيساوي 0 او زد بيساوي 0 صح عشان كده كده الاخر هنشوف في الاخر احنا بالظبط هنشوف في الايه في الاخر اللي انا ما كانش لازم اجيب الكلام ده بس انا بعمل ايه طريقه الجنرال بحيث ايه لو كانت ممكن تنفع يبقى انا لازم ايه اجيب البوينت دي ما اهملهاش طيب خلينا نكمل تاني بوينت عندي قال لك والله الزد ايكوال 0 عوض في الايه في الايكويشن دي عن الزد ايكوال 0 الواي هتطلع لي بكام 3 بالظبط الواي هتطلع لك ب 3 طيب تالت بوينت عندي قال لك والله الواي ايكوال 0 حط لي بقى في الايكويشن اللي فوق دي الايه الواي ايكوال 0 الزد هتطلع لي بكام الزد هتطلع لي بتو بتو اخر حل معايا اللي هو رقم 4 قال لك والله حل لي التو ايكويشن دول مع بعض دول والله ايه تو ايكويشن لينير تو فاريبل ممكن تحلهم على طول بالكالكوليتر هيطلع لك والله ان الواي ايكوال 1 والزد ايكوال 2 اوفر 3 يبقى انا كده طلع لي كام بوينت 4 بوينتس هاجي بقى والله اطلع لك الايه محتاج انا كده جبت الواي والزد انا في الاخر الهدف بتاعي في المساله ان انا اجيب الفوليوم وايه اللارجست فوليوم اللي هو الاكس والواي والزد يبقى انا كده جبت الايه الواي والزد ناقص لي اجيب الايه الاكس يبقى انا كده اجيب الاكس واجيب الاكس واجيب الاكس وهنا اجيب الاكس في باشمهندس قال لك بقى والله انا اول 3 بوينتس دول يعتبر ايه مش معايا مش لازم اجيب لهم الايه الاكس ولا الفوليوم حد عارف ليه عشان ده حجمه يعني حجم زيرو وكمان اكبر حجم ما ينفعش بالظبط هو اصلا طالب مني ان انا اجيب اكبر حجم عندي في كل واحده من الحلول دي في واحده بزيرو يعني اول حل الواي بزيرو والزد بزيرو فالفوليوم عندك هيطلع لك بزيرو فطبعا الكلام ده ايه ريفيوز مش مقبول الاكبر حجم يطلع لك بزيرو تاني حل عندك الزد بزيرو فيطلع لك برضو الفوليوم ايكوال زيرو تالت حل الواي ايكوال زيرو فالفوليوم برضو ايكوال زيرو فاول تلات حلول دول ايه هيبقوا ريفيوز لانه بيطلع الفوليوم ايكوال زيرو ودي حاجه مش ايه مش منطقيه يعني كمان عايز اجيب ايه اكبر حجم عندي يبقى انا هشتغل على الايه على اخر حل عندي ده بس اجيب منه الاكس ما جبت الواي ايكوال 1 والزد ايكوال 2 اوفر 3 الاكس هتبقى ايكوال كام يا شباب اقعد لي والله في ايه المعادله بتاعه البلين بالظبط الاكس ايكوال 6 ماينس 2 واي ماينس 3 زد يطلع لك الاكس ايكوال 2 هنيجي والله نحسب الفوليوم هنا هل انا محتاج اجيب ال دي وال اف اكس اكس وال اف واي واي والكلام ده والله انت عندك حل واحد بس بالظبط انت لو عايز تجيبها تتاكد ماشي بس انت كده كده عندك ايه هي بوينتس واحده بس وانت عايز اللارجست فاكيد البوينت دي لو جربتها هتطلع لك الايه هتطلع لك الماكسيمم مش محتاج اجيب الايه الدي والاف اكس اكس والاف واي واي والكلام ده لو جيت حسبت الفوليوم بقى اللي هو الاكس والواي والزد هيطلع لك ايه 4 اوفر 3 يبقى هو ده الايه اللارجست فوليوم عندي فاهم ده يا شباب حد عنده مشكلة في دي؟ بس يا باشمهندس احنا فرضنا الاكس بكام في الاول؟ احنا الاكس جبناه من المعادلة بتاعت البلين هو بيقول لك
ان في vertex فيهم، وليكن vertex x y وz، بتمر بالايه او بتقع على البلين x plus 2y plus 3z equal 6. فانا من هنا جبت الاكس حطيتها في طرف لوحديها، تبقى الاكس equal 6 minus 2y minus 3z، يعني جبتها من معادلة البلين اللي هو مدهان. تمام. خلينا نخش بقى في موضوع جديد، الايه الدبل انتجريشن. ايه هو الدبل انتجريشن ده يا شباب؟ قال لك والله الدبل انتجريشن ده طلع عشان ايه يوضح المفهوم بتاع، يقول لك والله ان الفوليوم هو الدبل انتجريشن بتاع الزد ابر ماينس الزد لور وبتكامل على الدي اي. طب ايه معنى الكلام ده؟ دي كده الابر ودي كده اللور وده كده الايه الفوليوم. ايه معنى الكلام ده؟ قال لك والله لو انت عندك حاجه كده في الايه الثري دي، ده الاكس واي وزد، فبيقول لك والله لو عندك اي سطح هنا كده مثلا اللي يكون ده الزد ابر اللي هو فانكشن في الاكس والواي، وعندك هنا كده سطح تاني ده الزد لور اللي هو برضو فانكشن في الاكس والواي، فوالله الدبل انتجريشن ده وظيفته اللي هو يجيب لك الفوليوم بين التو بلينز او التو الاثنين اسطح اللي عندك ده اللي هو بين الزد ابر وبين الزد لور، يعني عايز اجيب الفوليوم بتاع الحته اللي في النص دي، يبقى هي دي معنى الزد ابر والزد لور، والايه والدبل انتجريشن ده بيجيب لي الفوليوم ما بينهم. طيب ايه الدي اي دي؟ قال لك والله انت بتكامل على اريا اللي هي ايه اللي هي مسقط الكلام ده، دي كده هي الايه الاريا اللي انا بكامل عليه. شغلك كله ان انت تجيب او تفهم ايه هي الاريا دي وازاي تعرف تجيبها، فهتلاقي والله ال دي اي دي يا اما هنشوف اللي هي دي اكس دي واي او دي واي دي اكس او الار دي ار دي سيتا، على حسب والله الايه الاريا اللي عندك دي انت واخدها بالبولر كوردينيتس ولا كارتيزيان ولا ايه الكلام اللي عندك، هنشوف كل الايه الكلام ده. بس انا المهم عندي اللي انا افهم الايه الدبل انتجريشن ده بيعمل لي ايه، بيجيب لي الفوليوم بين اتنين اسطح عندي الزد ابر والزد لور، انا كده عايز اجيب الفوليوم ما بينهم، والاريا اللي انا بكامل عليها هو مسقط الايه الكلام ده على الاكس واي بلين، هي دي الاريا اللي انا بكامل عليها. طب والله تعالى نشوف اول حاجة عندي، لو كانت الاريا اللي انا بكامل عليها دي كانت مستطيل، لو انا بكامل الاريا اللي طلعت لي اللي انا مسقط اللي انا بقول عليه ده طلعت لي ايه مستطيل، فقال لك والله يبقى عندك الدبل انتجريشن، تعالى ناخد مثلا مثال يبقى انتجريشن هنا من 0 ل 1 وهنا من 1 ل 2 وهنا الاكس مضروبة في الاي باور اكس اوفر الواي دي واي dx.
طب ايه معنى الايه الانتجريشن ده يا شباب؟ قال لك والله من الشكل كده، اول حاجه بيقول لك اعمل لي انتجريشن الكلام اللي جوه ده بالنسبه لواي، وتعتبر طبعا الايه الاكس كونستانت، واللي يطلع من الانتجريشن ده اعمل له بقى ايه انتجريشن بالنسبه لاكس. والله هتلاقي دايما اول حاجه اللي جوه عندي دي واي، يبقى انا كده حدود الانتجريشن اللي عندي دي ال1 وال2 دي اللي هي y equal 1 لحد y equal 2، يعني اللي جوه ده مرتبط بالايه بالحدود اللي جوه، واللي بره ده اللي هو ال dx مرتبط بالايه بالحدود اللي بره. فده معنى الانتجريشن ده، بيقول لك والله اول حاجه اعمل لي انتجريشن بالنسبة لواي، يعني خد الانتجريشن اللي جوه ده احسبه لوحده بالنسبة لواي، واللي يطلع لك اعمل له انتجريشن بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لإكس. تعالوا نفهم ايه موضوع الايه الريكتانجلر اريا دي. فقال لك والله الانتجريشن اللي جوه احنا قلنا الستارت عندي، انا بقول الايه اللي جوه ده بالنسبة لواي، فأول حاجة عندي من الواي ايكوال واحد. لو جينا رسمنا هنا ده الاكس وده الايه الواي، فبيقول لك والله هتعمل لي انتجريشن اول حاجه من الواي ايكوال واحد، ده كده الواي ايكوال واحد مثلا لحد الايه الواي ايكوال تو، ده كده الواي ايكوال تو، يبقى انا كده جبت حدود الايه حدود الواي. عايز اجيب حدود الاكس، قال لك والله هاتها بقى في الايه، احنا قلنا الدي اكس طالما هي بره يبقى اللي بره الايه في الحدود بتاعه الانتجريشن هو الاكس، يبقى الاكس من كام لكام يا شباب؟ من الزيرو للون، فادي دي اكس ايكوال زيرو، وده كده الايه الاكس ايكوال كام؟ والون. يبقى انا والله الانتجريشن او الاريا اللي عندي هي الايه الريكتانجلر الايه اللي عندي في الرسمة دي، يبقى دي معنى ان الايه الاريا اللي عندي تكون ريكتانجلر. فقال لك والله لما تكون حدود الانتجريشن اللي عندك دايما ارقام كونستانت، فانت عارف والله ان انا الاريا اللي انا بكامل عليها اكيد هتطلع لي ايه هتطلع لي ريكتانجلر. ليه؟ لان انا دايما الواي والاكس ارقام ايه كونستنت. هنشوف بعد كده لما في الحاله بتاعت الجنرال اريا اللي انا ممكن الحدود اللي جوه دي تطلع لي ايه فاريبل. تمام كده لحد دلوقتي يا شباب؟ طيب تعالوا ايه نحسب بقى الانتجريشن ده. يعني انا كده فهمت الايه الكونسبت بتاع الايه الريكتانجلر اريا. عايز بقى احسب بقى الانتجريشن عادي، اول حاجة هنعمل ايه؟ هنكمل اللي جوه ده بالنسبة لواي، هيطلع لي كام؟ تعتبر الاكس ايه؟ الاكس كونستانت، فيطلع لك الاكس مضروبة في الاي باور اكس، الانتجريشن بتاع الوان اوفر واي ايه يا شباب؟ لين واي. لين واي، بعمل انتجريشن الكلام ده from ال1 لحد الايه لحد ال2، نزل الانتجريشن اللي بره زي ما هو من 0 ل1، وهنا ايه ال dx، يبقى ال x مضروب في ال e باور x ده constant بره، وتبقى عندي هنا ال ln 2 minus ال ln 1. ال ln 1 ده على طول بايه بزيرو، ننزل هنا الانتجريشن من زيرو وان، وهنا ننزل الايه الدي اكس، يبقى انا كده والله عايز اعمل الانتجريشن التاني ده اللي هو طلع اللين تو دي كونستانت بره من زيرو لوان، الاكس مضروبة في الاي باور اكس دي اكس. حد فاكر نعمل الانتجريشن ده ازاي يا شباب؟ باي بارتس.
بالظبط. لو فاكرين كده يا شباب في ماس 1 لما كنا بنلاقي بولينوميال مضروبة في ايه exponential function، كنا بنعمل الكلام ده باي بارتس، قد ال u equal x عشان ايه اعمل لها derivative واخلص منها، قد ال dv equal ال e power x اعمل derivative للكلام ده يبقى ال du equal 1، وانتجريشن للكلام ده يبقى ال v equal كام يا شباب؟ ال e power x. وقال لك ساعتها هتبقى ناتج الانتجريشن اللي عندي عبارة عن ايه؟ عن ال u في ال v minus integration ال a ال v du، هيبقى عندي ناتج الكلام اللي فوق ده عبارة عن ايه؟ هنطلع ال n 2 دي بره مضروبة في ال u في ال v اللي هي x e power x، الكلام ده من 0 1 minus integration من 0 ل1 بتاع ال ايه ال v du، ال du دي اللي هي بواحد، فيبقى ايه e باور x dx. ساعتها والله الانتجريشن ده سهل اقدر اعمله، فالكلام ده يطلع لي لين 2 بره معوض عن الاكس ب 1 يبقى ايه اي معوض عن الاكس ب 0 هيطلع لك ب 0، يبقى الكلام ده هيطلع لي على طول ب اي ماينس الانتجريشن بتاع الاي باور اكس هيطلع لي كام يا شباب؟ اي باور اكس هينزل لي زي ما هو اي باور اكس، فايه نعوض على طول الاي باور اكس، نحط الاكس بواحد هيطلع لي ال e باور 1، ونحط ال x بزيرو فيطلع لي ال e باور 0 اللي هي بواحد، يبقى الكلام ده كله هيطلع لي ايه ال e دي هتروح مع ال e دي، وهنا ماينس ماينس يبقى بوزيتيف، فيطلع لي على طول الكلام ده ايكوال كام؟ ايكوال لين. تمام كده يا شباب؟ في حد عنده أسئلة لحد دلوقتي؟ في حد رافع إيده؟ أيوة أنا يا باشمهندس. اتفضل. هو أنا محتاج أضيع وقت في الـ integration by parts ولا ممكن أعملها بالآلة وخلاص؟ أعملها بالآلة وخلاص؟ لا، غالبا في المسائل دي لو هو عايز خطوات فأنت لازم تعملها by parts. هيحتاج خطوات في ايه؟ هو ام سي كيو ماشي، ساعتها بقى ممكن تعملها بالآلة عادي. تمام، ان شاء الله. هو انتجريشن محدد يعني، فممكن تعملها بالآلة. تمام كده يا شباب. طيب خلينا ناخد كده ايه تو بوينت تو نوتس على الانتجريشن اللي فات ده. انا كان عندي انتجريشن 0 1 1 ل 2 بتاع ال x e power x over y dy dx. قال لك والله لو كان عندي حدود الانتجريشن دي ارقام كونستانت فانا من حقي اعمل ايه؟ قال لك والله من حقك تبدل الايه ال y مع ال x، يعني تبتدي بالايه بال x، يعني الكلام ده equal تيجي هنا تقول له من 1 ل 2 من 0 ل 1، وهنا بدل برضو الكلام ده يبقى من ان دي اكس دي واي، تنزل الكلام ده زي ما هو. يبقى انا والله بس خلي بالنا الايه الشر الحركه دي ما ينفعش اعملها غير لما تكون حدود الانتجريشن اللي عندي ايه ارقام كونستنت. فممكن والله ابتدي اعمل انتجريشن بالنسبه لاكس الاول بالنسبه، وبعد كده اللي يطلع لي اعمل له انتجريشن بالنسبه لايه لواي. طب الكلام ده هيفيدني بالنسبه هيفيدني ليه؟ قال لك والله ساعات الايكويشن اللي جوه الاسهل ليك، مثلا انت لقيت والله الاسهل الانتجريشن الاسهل بالنسبه لك اللي انت تعمله بالنسبه لاكس الاول،
فمحتاج تبتدي تعمل انتجريشن بالنسبة لإكس الأول، وبعد كده اللي يطلع لك تعمله انتجريشن بالنسبة لواي. قال لك والله فلو حدود الانتجريشن اللي عندك دي أرقام كونستانت، من حقك تعمل الإيه الحركة دي، وإن أنت تبتدي بالانتجريشن بالنسبة لإكس، وبعد كده اللي يطلع لك تعمل له انتجريشن بالنسبة لواي. طيب تاني حاجة عندك، قال لك والله الانتجريشن دي ممكن تفصلها لاتنين انتجريشن، بس عندك كام شرط يا شباب؟ عندك شرطين. أول حاجة إن حدود برضو الإيه الانتجريشن اللي عندك ده هيكون أرقام كونستانت، وتاني حاجة يكون الإكس والواي تقدر تفصلهم عن إيه عن بعض. يعني بيقول لك عليها الإكس والواي يكونوا إيه، يكونوا سيبرابل. يعني إيه سيبرابل؟ يعني الإكس والواي تقدر تفصلهم إيه عن بعض. فساعتها ممكن تقول إن الدبل انتجريشن ده هو عبارة عن انتجريشن من ال 1 لل 2. قلنا 1 الانتجريشن اللي بره ده مرتبط مع ال دي واي اللي بره، فيبقى الكلام ده بالنسبة ل y يبقى 1 over y دي واي مضروب في الانتجريشن من 0 ل 1 بتاع ال x e power x dx. فالحركة دي تعملها لو كان عندك حدود الانتجريشن دي أرقام كونستانت، ولو كان عندك اللي جوه الانتجريشن الإكس والواي تقدر تفصلهم عن إيه عن بعض. يعني مثلا لو كان عندي هنا في المقام الواي بلس إكس، ما كانش ينفع أقدر أعمل الإيه الفصلة اللي أنا عملتها دي، عشان ساعتها مش هقدر أفصل الإيه الإكس عن الواي. اتفهمت دول يا شباب؟ تمام. تمام. باشمهندس حلو بقى. اللي ايه؟ عندي سؤال. اتفضلي. هي الخطوة اللي هي الرقم 2 دي فادتني في ايه لما اعملها، ان انا اعمل لهم سيبريشن؟ لا انا بقول لك ده نوت، انت ممكن تعمليها تحليها بالطريقة دي. يعني انت لو شايفة ان دي اسهل لك، هيطلع لك نفس الايه، هيطلع لك نفس الناتج في الاخر. انت ممكن، يعني بقول لك في حالة إن الحدود الانتجريشن عندك أرقام كونستانت واللي جوه تقدري تفصلي الواي عن الإكس، فأنت ممكن تفصليهم الاتنين انتجريشن وتحسبي الانتجريشن ده لوحده والانتجريشن ده لوحده، والناتج بتاع الاتنين تضربيهم في بعض هيطلع لك نفس الإيه النتيجة. فدي إيه كتسهيل يعني. تمام، شكرا. تمام. نعم. تعالوا بقى ناخد الايه بعد كده. خدت اول حاجة ان الحدود بتاعت الانتجريشن عندي ارقام كونستانت، اللي هي معناها ايه؟ معناها الاريا اللي انا بعمل انتجريشن عليها هتكون ايه؟ ريكتانجلر. تعالوا بقى ناخد فور جنرال اريا. لو كانت الاريا اللي عندي دي مش ريكتانجلر بقى، مش ارقام كونستانت، قال لك والله تعالى ناخد على طول كده مثال انتجريشن 01 من 3y ال 3 بتاع ال e بار x سكوير dx dy. قال لك اه والله هنا الانتجريشن عندي دي، انا عندي حدود الانتجريشن مش ايه، مش ارقام كونستانت. فدايما هتلاقي الانتجريشن اللي جوه ده هو ده اللي فيه الفاريبل، واللي بره ده لازم يكون ايه، يكون كونستانت. تمام، دي أول حاجة. تاني حاجة عايزين نعرفها من الشكل ده إيه؟ قال لك والله لو عندي دي إكس دي واي، يعني اللي جوه ده دي إكس، يبقى دايما هتلاقي حدود الانتجريشن اللي جوه دي بالنسبة إيه؟ لواي، هتلاقيها دايما
الفاريبل بتاعها واي، مش هتلاقي فيها موجودة اكس خالص. بالعكس لو كانت دي واي دي اكس، هتلاقي الايه الحدود بتاعت الانتجريشن اللي جوه دي هتلاقي فيها اكس، ومش هتلاقي فيها ايه، مش هتلاقي فيها واي. باشمهندس معلش الحتة دي تاني. تمام، الحتة دي بقول لك ايه، بقول لك لما تلاقي ترتيب الاريا اللي عندك دي اكس دي واي يعني بالشكل ده، فهتلاقي الانتجريشن اللي جوه ده الفاريبل اللي فيه هتلاقيه واي، مش هتلاقي فيه دايما ايه اكس. تمام، يعني هنا تمام دي اكس يبقى هنا هتلاقي ايه، هتلاقي واي مش هتلاقي اكس. لكن لو لقيتها دي واي دي اكس، فهتلاقي الحدود الانتجريشن اللي جوه دي هتلاقيها بدلالة الاكس، ومش هتلاقي فيها ايه، مش هتلاقي فيها واي. تمام، تمام تمام. طب معنى الكلام ده ايه؟ قال لك والله معنى الكلام ده اللي انا بعمل انتجريشن اول حاجة، نمسح الايه الحاجات دي. بعمل حضرتك اول الحته دي حاجة، اكس سكويرد ملهاش انتجرال فاينايت، ما احنا هنشوف هنعملها ازاي دلوقتي. او كان بي اكسبريسد، ده كان بي اكسبريسد ان فاينايت فورمز. تمام، وخلينا نكمل كده. بس اول حاجة بيقول لك والله اعمل لي انتجريشن للكلام اللي جوه ده بالنسبة لإيه، لإكس، اللي هيطلع هتعمل له انتجريشن بالنسبة لواي. زي ما الباشمهندس ايه، الباشمهندس قال لي هل انا اعرف اعمل انتجريشن بتاع الاي باور اكس سكوير بالنسبة لإكس؟ افتح المايك يا شباب. حاضر. قال لك والله انا ما اعرفش اعمل انتجريشن للايه، للاي باور اكس سكوير دي، فانا عايز اعمل لها ايه انتجريشن. لو انا عملت لها انتجريشن بالنسبه لواي، هيبقى الموضوع عندي ايه، هعرف اعمل لها انتجريشن. عايز ابدل الايه، الدي اكس والدي واي. تقول لي يا باشمهندس طب ما انا ايه، انا لسه واخد اللي انا ممكن ابدل الايه، الدي اكس مع الدي واي، وفي المقابل ابدل الايه، الاثنين انتجريشن اللي عندي بره دول. اقول لك بس انا قلت ايه، في شرط للكلام ده ان حدود الانتجريشن اللي عندي دي تكون ارقام ايه، ارقام كونستانت، يعني ان انا اكون بكامل على الاريا اللي عندي ريكتانجل. الشرط اللي عندي هنا مش متحقق. ليه؟ لان انا عندي حدود الانتجريشن عندي فاريبل، فما اقدرش على طول كده ايه ابدل الدي اكس مع الدي واي. يبقى انا هنا محتاج اعرف الايه، الاريا اللي انا بكامل عليها دي اشوف شكلها عامل ازاي. فهو هنا والله بيقول لك اعمل لي انتجريشن بالنسبه لاكس من اول فروم، احنا قلنا اللي جوه ده يبقى دايما ليه علاقه بالاكس، فنقول اكس ايكوال 3 واي تو الاكس ايكوال ايه، ايكوال ال 3. اعمل لي انتجريشن من الاكس ايكوال 3 واي لحد الاكس ايكوال ايه، ايكوال ال 3. تعالوا نرسم الكلام ده كده، ده الاكس وده الواي. فهو اول حاجة بيقول لك بين المستقيم اللي هو اكس ايكوال 3 واي، وليكن ده كده الـ x equal 3y لحد الـ x equal 3، ده مثلا الـ a، الـ x equal 3. طيب الاتنين مستقيمين دول ممدودين لحد تحت، أعرف الـ area إزاي؟ قال لك والله أنا ناقص لي أجيب حدود الـ a، حدود الـ y. قلنا الـ dy بره، يبقى أنا إيه، هشوف الـ y من الـ integration اللي بره. أول حاجة from y equal 0 اللي هو ده، طبعا لو جبت البوينت اللي هنا دي، لو حليت ال x equal 3 مع ال x equal 3y، هيطلع لي البوينت دي 3 و1. فأنا والله إيه، لقيت حدود ال y
من ال y equal 0 اللي هو المستقيم اللي تحت لحد ال y equal 1 اللي هي البوينت دي. يبقى أنا كده والله عرفت الاريا اللي أنا بعمل انتجريشن عليها هي الاريا إيه؟ هي الاريا دي. تمام. أنا عايز بقى أبدل الإيه؟ ال dx مع ال dy دي. نعملها إزاي؟ قال لك والله لما تلاقي الترتيب بتاعها dx dy فاربطها كده دايما، تلاقي dx dy دي معناها ايه؟ معناها ان انا بكامل وخدت ايه؟ شريحة افقية. طيب لو عايز اخليها اللي هي بلون تاني، لو عايز اخليها dy dx، قال لك والله دي واي دي اكس معناها اللي انت هتاخد شريحة ايه؟ شريحة رأسية. طب ايه معنى الكلام ده؟ استفدت ايه بالرأسية والكلام ده؟ قال لك والله تقدر بقى ساعتها تكتب، ناخد تكتب الانتجريشن ده هو عبارة عن إيه؟ هنا e بار اكس سكوير زي ما هي، وهنا قلنا هناخد شريحة رأسية، فهناخد هتبقى دي واي دي اكس. أول حاجة الانتجريشن أو الحدود بتاعت الانتجريشن اللي جوه دي اللي هي من واي ايكوال كام لواي ايكوال كام، اللي هي حدود هنا الشريحة الرأسية دي. أول حاجة من واي ايكوال زيرو لحد الواي ايكوال كام يا شباب؟ حد المستقيم اللي فوق ده اللي هو x equal 3y، فالy ساعتها هتبقى equal كام؟ x over 3. بالظبط x over 3. طيب حدود الانتجريشن اللي بره هتبقى من كام لكام؟ الانتجريشن اللي بره ده اللي هو الx، من 0 ل 3، من 0 لحد الx equal 3. يبقى انا والله كده من موضوع الايه الشريحة الرأسية هرسم الايه الاريا اللي عندي، وناخد شريحة رأسية يبقى عارف والله حدود الايه الشريحة دي ايه. ليه زيرو؟ ليه من زيرو زيرو أنهي لواحد؟ واحدة؟ فالشريحة الأفقية هي مش واصلة للزيرو، يعني ال X1 مش الشريحة واصلة الرأسية للزيرو. قصدك؟ لا أنا الأفقية دلوقتي عشان شغال، أجيب حدود ال X أو حدود ال انا DX شغال يعني. دي اكس دي واي دي كده شريحه ايه افقيه، دي اللي كانت عندي اصلا في المساله اللي انا ما عرفتش احلها. ليه؟ لان انا مش عارف اجيب انتجريشن بتاع الاي بار اكس سكوير ده بالنسبه لاكس. فقلنا اللي احنا هنعمل ايه، هنبدل الدي اكس دي واي دي نخليها دي واي دي اكس، فتبقى ساعتها شريحه افقيه ولا راسيه؟ شريحه راسيه. تمام معايا ولا ايه؟ تمام. يعني انا لما خليتها دي واي دي اكس يبقى انا هشتغل هنا بالايه، بالشريحه الرأسية اللي هي ايه لونها اخضر دي. فالشريحه الرأسية دي من واي كام لواي كام اللي هي الحدود بتاعت اللي جوه دي، من واي ايكوال زيرو اللي هي من تحت هنا، من واي ايكوال زيرو لحد المستقيم اللي فوق اللي هو الواي ايكوال اكس اوفر 3. تمام كده دي؟ طيب الاكس اللي هي الحدود الانتجريشن اللي بره من كام لكام؟ لكن اللي ايه الشريحة الرأسية دي بتمشي يمين وشمال، فآخر حاجة في الشمال دي تبقى اكس ايكوال كام؟ ايكوال زيرو، وآخر حاجة في اليمين اللي هي اكس ايكوال ايه؟ اكس ايكوال 3. فيبقى الحدود اللي بره عندي من زيرو لثري. اتفهم دي يا شباب؟ يبقى انا كده والله قدرت ايه أبدل ال dx وال dy. أقدر بقى ساعتها هنا أجيب الانتجريشن ده ولا لأ؟ قال لك والله أنت بتعمل كده انتجريشن بالنسبة ل y، فبالنسبة لك e باور x سكوير دي كلها إيه؟ كلها رقم كونستنت، فتقدر تقول إن الكلام ده هو انتجريشن من 0 ل 3. وهنا هتنزل ال e باور x سكوير دي رقم كونستنت، و
انتجريشن يبقى ايه؟ تضرب في الواي. الكلام ده من 0 لحد الاكس اوفر 3، وهنا طبعا الايه الدي اكس زي ما هي. يبقى الكلام ده هنعوض عن الاكس اوفر 3 بانتجريشن من 0 لل 3، وهنا اكس اوفر 3 مضروبة في ال e لا طبعا هنا ايه، خلي بالكم يا شباب انا بعمل انتجريشن بالنسبة لايه، انا كنت بعمل انتجريشن بالنسبة ل y، فانا هعوض هنا بس عن الايه عن ال y، يبقى انا هنا x over 3 وال e باور x سكوير دي كونستانت هتنزل ايه زي ما هي. مفهومة دي يا شباب عشان الناس ما تتلخبطش، نركز احنا بنعمل انتجريشن بالنسبة لايه، احنا كنا بنعمل انتجريشن بالنسبة ل y، فحدود الانتجريشن دي اعوض بالاكس اوفر 3 دي، هنعوض عن الايه الواي مره باكس اوفر 3 ومره بالايه بالزيرو، فالاكس اوفر 3 والاي باور اكس سكوير دي كونستنت زي ما هي، والتانيه هتبقى ايه ماينس 0 دي اكس. عايز اعمل ان الانتجريشن ده، قال لك والله الانتجريشن ده ايه سهل، ليه الديريفيتيف بتاع الاكس سكوير دي عندي بره، لو ضربت هنا في 2 بره سمت على 2 يبقى الكلام اللي عندي ده equal 1 over 6 بتاع ال e باور x سكوير من ال 0 لل 3، الكلام ده equal 1 over 6 بره، نعوض عن ال 3 تبقى e باور 9 ماينس ال e باور 0 اللي هي ب 1، يبقى انا كده جبت ايه نتيجة الانتجريشن اللي عندي ده. اسئلة يا شباب، حد عنده اسئلة؟ باشمهندس انا عندي استفسار صغير. تمام اتفضل. هو مفيش مسألة دبل انتجريشن بتتحل غير لما لازم اعمل سكتش او برسم، يعني لازم اتخيل ايه اللي بيحصل عشان اعرف امشي في المسألة، ولا يعني ما ينفعش زي السنجل انتجريشن عادي ان انا بحل على طول مش شرط ارسم؟ لا لما يكون عندك يعني المسألة اللي فاتت اللي هي حدود الانتجريشن عندي ارقام كونستانت، ممكن اعملها من غير ما ارسم، انا كده كده عارف ان الايه اللي دي ارقام كونستانت، مش ايه مش محتاج ارسم فيها. طيب المسألة دي لو كانت انا بعرف اجيب الانتجريشن بتاع الاي باور اكس سكوير على طول، مش محتاج ابدل الدي اكس مع الدي واي، كان ممكن على طول ايه احسبها من غير ما ارسم، لكن انا رسمت ليه؟ لان انا عايز ابدل الدي اكس مع الدي واي، عايز اعمل انتجريشن بالنسبه للواي الاول، تمام؟ فكان ساعتها لازم اشوف الاريا اللي عندي هتبقى شكلها عامل ازاي عشان اعرف اجيب حدود الايه الانتجريشن الجديده، تمام؟ انا رسمت ليه؟ رسمت عشان انا عايز ابدل الايه الدي اكس مع الدي واي في المساله دي. في مسائل بعد كده هو يجي يقول لك كتابه، مش هيديك انتجريشن ويقول لك حليه، لا هيجي يقول لك هات لي الفوليوم مثلا بين السطح الفلاني والسطح الفلاني اللي محدد مثلا بالبلين الفلاني والبلين الفلاني، فانت كده كده ايه لازم ترسم عشان تتخيل حدود الانتجريشن هتبقى عندك من ايه من فين لفين. المسألة دي ما كانش لازم أرسم، أنا رسمت ليه؟ لأن أنا محتاج أبدل ال dx مع ال dy عشان أخد إيه؟ وأخد شريحة رأسية وأعرف حدود الانتجريشن اللي عندي الجديدة، تمام؟ تمام شكرا. نعم. أسئلة تانية يا شباب؟ تمام. في حد رفع ايده؟ كريم وكارم. هي كريم. لا ما فيش كريم. سؤال، ما فيش سؤال. تمام ناخد واحدة تاني.
يقول لك والله find الفوليوم enclosed باي أول حاجة الزد equal y minus x square سلندر اللي اسمها زد equal y minus x square والبلين اللي اسمه ايه x plus y equal 2. وبيقول لك الكلام ده in first octant. يبقى انا هنا والله المسألة دي انا لازم ايه لازم ارسم. هو اصلا مش مديني الانتجريشن، هو عايزني اشكل الايه الفورم بتاعت الدبل انتجريشن وايه محلها. قال لك والله انت لو جبت الانتجريشن غالبا هتلاقي الانتجريشن ايه سهل، هي الفكرة بس اللي انت تكتب الانتجريشن اللي عندك ايه صح. تعالوا نرسم الكلام ده. أول حاجة ال z equal 4 minus x square دي عبارة عن إيه؟ parabola بالظبط، بارابولا وعن مدها في اتجاه الإيه؟ في اتجاه ال y. تعالوا بس نرسم ال x وال y وال z. كده ال x y z. عايزين نرسم الـ A الـ Z equal 4 minus x square اللي أنا ممكن أخليها الـ Z minus 4 equal minus x square. أقول لك والله دي عبارة عن بارابولا الـ axis بتاعه إيه؟ الـ Z parallel to y axis. بالظبط parallel to y. الأول حاجة ال vertex بتاعتي هتلاقيها متشفتة 4، يبقى ال point دي وال axis بتاعه ال z و parallel لل ايه لل y axis. طيب لفوق ولا لتحت؟ قالك والله هنا دي minus فايه هيبقى اتجاهه لتحت. نرسم حاجة بالايه بالشكل ده. المفروض أنا جيه أجيبه كمان في الايه في ال negative x، بس ناخد بالنا اللي هو بيقول لك الكلام كله اللي عندك ده في الايه في الفيرست اوكتنت، فمش محتاج ارسم الايه الناحيه التانية من البارابولا، انا بس هكتفي بالايه الناحيه بتاعه الايه الفيرست اوكتنت. تمام كده يا شباب؟ قال لك والله والكلام ده هيبقى بارلل للايه للواي. حاجة بالإيه بالشكل ده. طبعا بيقول لك الإيه الفوليوم اللي عندك ده متحدد بالإيه بالفيرست أوكتن. أنا عندي هيبقى حاجة بالإيه بالمنظر ده. فانا كده والله هو بيقول لك اللي ايه هو متحدد بالفيرست اوكتانت، فانا كده عارف ان الفوليوم ده عندي متحدد من ناحيه الايه الشمال مقفول، ومن من الناحيه اللي ورا لو انت بتبص مقفول، ومن قدام مقفول بالايه بالسلندر اللي عندي، ومن تحت برضو مقفول بالايه بالبلين اللي هو اكس الزد ايكوال زيرو اللي هو البلين بتاع الاكس واي، ناقص بس جهه واحده مش مقفول فيها اللي هي انهي جهه يا شباب؟ اي جهة اللي هي النيجاتيف. مش النيجاتيف بقى، يعني النيجاتيف ايه؟ النيجاتيف اكس. اكس ليه؟ ما النيجاتيف اكس مقفولة، ما هو بيقول لك بالفيرست اوكتن، يعني البلين اللي ورا ده اللي هو اكس ايكوال زيرو ده قافل برضو الايه الفوليوم اللي لسه ما رسمناش الاكس بلس واي يساوي 2. بالظبط، يبقى انا الجهة الوحيدة اللي مش مقفولة فيها اللي هو الاتجاه بتاع الايه البوزيتيف واي ده.
ده الجهة الوحيدة اللي أنا إيه الفوليوم اللي عندي مش مقفول فيه. فبيقول لك والله عندك في بلين اسمه الايه الاكس بلس واي ايكوال تو. طب مبدئيا كده انا عايز اجيب البوينت دي يا شباب، هنعمل ايه؟ قال لك والله حط لي الايه الزد ايكوال زيرو، المعادله بتاعه الايه البارابولا دي، حط الزد ايكوال زيرو هيطلع لي الاكس ايكوال ايه، يطلع لي الاكس ايكوال تو. يبقى البوينت دي عبارة عن 2 و0 و0، تمام؟ تمام. عايز بقى أرسم البلين اللي هو x plus y equal 2. نرسم هنا في ال x y بلين المستقيم اللي هو x plus y equal 2، يبقى حاجة بالشكل ده. دي هنا 2 و0 و0، دي هتبقى 0 وال 2 والزيرو، وهيبقى بارلل اللي هي يا شباب زد اكسس، بارلل للزد اكسس بالظبط، وليكن حاجة بالشكل ده. نشيل بس الايه دي عشان الدنيا تبان. يبقى ايه هو ده البلين اللي عندي اللي هو x plus y equal ايه equal 2. يبقى انا كده والله الجهة الوحيدة اللي هي مش مقفولة عندي اللي هي الجهة بتاعت اليمين دي، انا حددتها بالبلين اللي هو ال x plus y equal 2. انا الهدف بتاعي اللي انا اجيب ايه بقى، اللي انا عايز اجيب الايه الاريا. هو كده كده احنا قلنا الفوليوم equal double integration، وهنا z upper minus z lower دي area. ال z upper اللي هو يبقى ايه يا شباب، اللي هو المعادلة بتاعت ال ايه السلندر، هي ال z equal 4 minus x square. ال z lower اللي هو ال z equal 0 اللي تحت. ليه؟ لان انا هو بيقول لك الكلام اللي عندي ده متحدد بالايه بالفيرست اوكتن. فانا كده جبت ال z upper اللي هو السلندر، وال z lower ده اللي هو ال z equal 0. ناقص اجيب الايه الاريا. الاريا دي اللي احنا قلنا هتبقى ايه، تبقى المسقط بتاع الكلام ده اللي هو المثلث الايه اللي تحت ده، هي دي الايه الاريا. تعالوا نرسمها كده بره ال x y a plane. قال لك والله الاريا دي متحدده بايه، اول حاجه بال x equal 0 اللي هي المحور بتاع y، وال y equal 0 اللي هو المحور بتاع ال x، و b المستقيم اللي اسمه x plus y equal 2 وليكن ده اللي هو x plus y equal 2 متحددة بده وده. يبقى هي دي والله الايه الاريا اللي عندي. ساعتها كده والله ايه المسألة بالنسبة لي بقت سهلة. لو عايز اخليها دي اكس دي واي فهاخد شريحة فوقية، وساعتها هيبقى الانتجريشن اللي عندي هنا جوه الانتجريشن اتفقنا اللي هو ايه الزد ابر اللي هي المعادلة بتاعت السلندر اللي هي 4 ماينس اكس سكوير ماينس الايه الزد لور اللي هي الزد ايكوال 0 تبقى ماينس 0. وهنا لو خدت شريحه افقيه يبقى ايه، يبقى دي اكس دي واي. حد بقى يقول لي حدود الانتجريشن اللي جوه دي من 0 ل 2، حد عنده راي تاني؟ 0 ل 2 ماينس واي
بالظبط، انا خدت هنا ايه شريحة افقية، هنا اول حاجة في الاكس بادية من الايه من ناحية الشمال بالاكس ايكوال زيرو، طيب ناحية اليمين بالايه بالمستقيم اللي اسمه اكس بلس واي ايكوال تو، فيبقى هنا الاكس ايكوال التو ماينس واي، يبقى انا والله حدود الاكس اللي عندي من الزيرو لحد الايه التو ماينس واي. طيب الحدود بتاعة الواي من 0 ل 2 بالظبط، انا طبعا البوينت دي عندي 2 والبوينت دي عندي 2، فهنا حدود الواي هتبقى من اول حاجة الواي ايكوال 0 لحد ما اطلع فوق الايه الواي ايكوال ايه ايكوال 2. فاهم دي يا شباب؟ طيب لو كنت عايز اخد شريحة رأسية، لو خدت حاجة كده اهو، كان هيبقى هنا برضو عندي 4 minus x square، وهنا هتبقى دي y دي x. حد بقى يقول لي الحدود بتاعة الانتجريشن كده من 0 ل 2 ناقص x ده بتاع ال y. بالظبط، من 0 ل 2 minus x ده اللي جوه بتاع ال y، وال x من 0 ل 2 من 0 ل 2 بالظبط. يبقى انا والله ايه سواء خدتها شريحة افقية او شريحة رأسية، فانا عارف اجيب الايه الشكل بتاع الانتجريشن في الايه في الحالتين. قال لك والله وبعد كده الانتجريشن ده ايه، انتجريشن ايه عبيط، هيقول لك والله كمل لي الكلام ده بالنسبة لإكس هيطلع لي ايه 4 إكس ماينس إكس بار 3 أوفر 3، الكلام ده من الزيرو لحد التو ماينس واي، وعندي هنا الانتجريشن اللي بره من زيرو لتو، وعندي هنا دي واي عوض لي عن الايه التو ماينس واي، هتلاقي هنا 4 2 ماينس واي ماينس 1 اوفر 3 2 ماينس واي باور 3، نحط الايه الاكس بزيرو هيبقى الكلام كله بزيرو، وهنا دي واي وهنا من 0 ل 2، هتلاقي الكلام ده برضو ايه تعرف تعمل له انتجريشن بالنسبة لواي، هيطلع لك في الاخر النتيجة 20 على ايه على 3. فهمت ازاي اجيب من شكل المسألة دي يا شباب اجيب شكل الانتجريشن ده؟ وانتوا دلوقتي يا شباب عندكم حاجة تاني ولا ناخد آخر مسألة؟ هو احنا لسه عندنا نص ساعة فاضية. طيب كويس، فاهم دي يا شباب؟ في أي أسئلة في دي؟ تعالوا ناخد واحدة إيه؟ واحدة تانية، بيقول لك find الفوليوم enclosed by z equal x square plus 3y square with the planes x equal 0 وال y equal 1 وال y equal x وال z equal a equal 0. بيقول لك والله هات لي الفوليوم اللي متحدد ب ال z equal x square plus 3y square. مبدئيا دي معادلة ايه يا شباب؟ بارابولا.
بارابولويد بقى في ال 3 دي الزد مش سكويرد والاكس سكويرد والواي سكويرد، يبقى دي معادله ايه؟ بارابولويد. ومتحدد كمان بالبلينز اللي هي الاكس ايكوال 0 والواي ايكوال 1 والواي ايكوال اكس والزد ايكوال ايه؟ ايكوال 0. تعال واحده واحده كده ايه نرسم الحاجات اللي عندي. هو مبدئيا كده انا عايز اوصل ليه في الاخر؟ الفوليوم ايكوال دبل انتجريشن زد ابر ماينس زد لور الدي ايه او كامل بالنسبه للدي اريا. تعالوا نرسم الكلام ده. x y ودي z. اول حاجه تعالوا نرسم الايه البارابولويد ده الفيرتكس بتاعه ايه السنتر بالظبط الاوريجين. تجاوب فوق ولا تحت؟ المحور بتاعه ايه الاول؟ زد اكسس. زد اكسس اتجاه فوق ولا تحت؟ فوق بالظبط. يبقى انا والله هرسم حاجه بالشكل ده بارابولويد الايه الفيرتكس بتاعته هي الاوريجين والمحور بتاعه الزد وايه اتجاهه فوق. يبقى دي اول ايه اول حاجه. لو هناخد بالنا البلينز اللي مديها لي الزد الوحيده الموجوده اللي هي الزد ايكوال زيرو اللي هو البلين اللي تحت ده زد ايكوال زيرو. يبقى انا والله عرفت كده الزد ابر والايه والزد لور. ليه؟ لان ده كده هيبقى بالنسبه لي الزد ابر والزد ايكوال زيرو دي بالنسبه لي هتبقى الايه الزد لور. يبقى انا كده عرفت حددت الفوليوم اللي عندي من فوق ومن تحت. من فوق هيبقى متحدد بالبارابولويد ده ومن تحت هيبقى متحدد بالايه البلين اللي هو ال z equal 0. عايز بقى احدده من ايه من يمين وشمال وقدام وورا. يبقى نرسم بقيه الايه بقيه البلين. فتح المايك يا شباب. اسف. نرسم بقيه الايه البلينز اللي عندي. تعالوا كده نرسمها بره الأول عشان من إيه ما نتلخبطش. أول حاجة الـ إيه الـ x equal 0 اللي هو البلين بتاع الـ z y ده اللي هو الـ إيه البلين اللي ورا ده. حاول إيه تتخيل معايا. تاني حاجة الـ إيه الواي البلين اللي اسمه الواي ايكوال 1. انا هاجي هنا عند الواي ايكوال 1 وهنرسم بلين يوازي الايه الاكس زد بلين. هاجي بالشكل ده. ده كده y equal 1. ايه تاني اللي عندي؟ ال y equal x في البلين اللي اسمه y equal x. هتيجي والله في ال x y بلين كده ترسم مستقيم ال y equal x ليكن حاجة بالشكل ده وتطلع في موازي للايه لل z axis. هيبقى حاجة بالإيه بالشكل ده المستقل إيه البلين ده ال y equal x. فيبقى البوينت اللي عندي دي كام يا شباب؟ تقاطع الإيه البلين ال y equal 1 مع ال y equal x.
يبقى البوينت دي كام؟ 1 1 1 1 1 0 1 وال 1 وال 0. باشمهندس ممكن اخد بلين تاني؟ اخر بلين تاني اللي هو الواي ايكوال اكس. انا برسم الواي ايكوال اكس ازاي؟ عندي الزد مش موجودة، يبقى انا عارف ان انا هرسم مستقيم في الاكس واي بلين اللي هو مستقيم واي ايكوال اكس عادي، واطلع بيه ايه بارلل للايه للزد اكسس، واطلع فوق كده ايه بارلل للايه للزد اكسس، فيبقى عندي البلين متظلل بالاحمر ده هو ده الواي ايكوال اكس. تمام شكرا. تمام العفو. يبقى انا كده والله عندي الايه حددته من اليمين ومن الشمال ومن ايه من ورا. ليه؟ لان انا ما ننساش اللي عندي فيه بلين ورا اللي هو ايه الاكس ايكوال زيرو. يبقى انا والله عرفت ان الاريا اللي عندي هي الاريا ايه، هي المثلث اللي تحت ده. تعالوا نرسمه كده في الايه في الاكس واي بلين لوحده. اول حاجه متحدد بايه بثلاثه، ثلاث مستقيمات عندي. اول حاجه اول مستقيم اللي هو ايه اللي هو الاكس ايكوال زيرو اللي هو المستقيم اللي ورا ده. هنا اول حاجه ده الاكس ايكوال زيرو. ايه تاني متحدد؟ ننتقل كده اللون. متحدد بايه؟ بالواي ايكوال اكس، فده مستقيم الواي ايكوال اكس. والمستقيم الاخير اللي هو ايه الواي ايكوال واحد، ده كده الواي ايكوال واحد. يبقى انا والله الاريا اللي عندي هي الايه هي المثلث دي. وساعتها نقدر ناخد شريحة رأسية أو أفقية بإيه براحتك عشان تحسب الإيه الانتجريشن ده. لو خدنا مثلا إيه أفقية، حد بقى يمليني الانتجريشن بتاع الفوليوم. جوه الانتجريشن هيبقى إيه؟ هو مش معادلة البارابولايد بس هي مش مفروض ايه ناخدها رأسية عشان الاكس مثلا تو هتتغير؟ لا يعني براحتك ممكن تاخديها افقية، يعني خلينا نكتبها الاتنين الحدود بتاعت الاتنين. لو خدناها افقية مبدئيا لجوه الانتجريشن الزد ابر ماينس الزد لور، قلنا الزد ابر اللي هو ايه معادلة البارابولويد. معادلة البارابولويد بالظبط اللي هي ال z equal x square plus 3y square. يبقى هي عندي x square plus 3y square minus minus zero اللي هي zero في دي x ودي y بالظبط. لو خدتها شريحة أفقية يبقى هنا عندي إيه dx dy. طيب حدود الانتجريشن اللي جوه، حدود الاكس من كام لكام؟ من واي لواحد. من زيرو لواي؟ من زيرو لواي بالظبط. ليه؟ لان انا هنا اول حاجه في الشمال هنا الاكس ايكوال زيرو، واخر حاجه في اليمين هنا المستقيم اللي اسمه ايه الواي ايكوال اكس، فدي هتبقى من زيرو لواي. حد مش فاهم دي يا شباب؟ لا فاهمين. تمام. طيب الحدود بتاعت الواي من زيرو لون، من زيرو لون بالظبط. طبعا هتلاقي الايه الانتجريشن ده خايب بعد ايه كل برونوميان هتعرف تجيبه. طب عايزين بس ان ايه
أو خدناها زي ما الباشمهندسة بتقول شريحة رأسية. الانتجريشن عندي هيبقى ايه؟ اللي جوه عندي برضو هو الاكس اوبر ماينس الاكس لور باكس سكوير بلس 3 واي سكوير. دي اكس دي واي ولا دي واي دي اكس؟ دي واي دي اكس. دي واي دي اكس. دي واي دي اكس حدود الانتجريشن، حدود اللي جوه من 0 ل 1. آخر كلام من x ل 1 بالظبط. أنا عندي العامل اللي محدد لي الشريحة الرأسية من تحت دي اللي هو الايه اللي هو المستقيم بتاع ال y equal x، يبقى عندي من x لحد الايه لحد ال 1. مفهومة دي يا شباب؟ طيب الحدود بتاعة الإكس، الحدود اللي بره الإكس آخر حاجة على الشمال إيكوال إيه؟ من زيرو الواي مش واي بقى، أنا عمالة إيه؟ تيجي ناحية الاكس، في اخر قيمة اللي عندي الاكس اللي هي الاكس ايكوال كام؟ الاكس ايكوال 1 من 0 ل 1. فاهم دي يا شباب؟ لا ممكن كده كده لازم. تمام، ناخد الشريحة الرأسية تاني. الشريحة الرأسية تمام رأسية، انا هبص اول حاجة في الحدود التكامل اللي جوه، هبص فوق وتحت. تحت عندي اللي بيحدد الشريحة اللي عندي المستقيم اللي هو y equal x، هتبقى عندي قيمة ال y equal ايه equal x. تمام معايا؟ تمام. من فوق بقى ايه اللي بيحدد الشريحة من فوق؟ المستقيم اللي هو y equal 1، هيبقى دايما على طول الايه ال y بواحد، هتبقى حدود الانتجريشن اللي جوه من x لحد الايه لحد الواحد. طيب عايز اجيب بقى حدود الانتجريشن اللي بره، كده كده انا عارف الحدود اللي بره دي دايما ايه لازم تكون ارقام كونستنت مش فاريبل. تعالوا نتاكد من الكلام ده. حدود بالنسبه للاكس، فاكني بحرك الشريحه الرأسية دي ايه شمال ويمين. لو جبتها في الشمال خالص، اخر قيمه للاكس في الشمال هتبقى ايكوال كام؟ ايكوال زيرو. آخر قيمة في الشمال الـ x equal 0، طيب آخر قيمة في اليمين طبعا الـ point دي اللي هي إيه 1 1، آخر قيمة في اليمين اللي هي الـ x equal كام؟ الـ x equal إيه equal 1. فهمت؟ هي معلش، هي أصلا point C اللي هي جت في الـ 3D وإحنا بنرسمه كانت جت علشان بس ان احنا قلنا الواي ايكوال 1 فالواي ايكوال اكس فاللي هي الاكس ايكوال 1 برضو. البوينت ايه؟ بوينت سي اللي احنا رسمناها في ال 3D. بوينت سي مش سي، دي بوينت عادية، دي 1 و1 و0، دي تقاطع ال 2 بلينز مع بعض، تقاطع ال A أو تقاطع المستقيمين ال A ال Y equal 1 مع ال Y equal X اللي هي البوينت دي. تمام، اللي عرفني ان الاكس ب1 هي علشان الواي ايكوال اكس فهي تبقى ب1. بالظبط، ان الايه تقاطع المستقيمين الواي ايكوال اكس مع الواي ايكوال 1، حط الواي ايكوال 1 فهتبقى الاكس كمان ايكوال 1، فتبقى البوينت دي عباره عن ايه عن 1 و1، فتبقى اخر قيمه للاكس ناحيه اليمين عباره عن ايه عن 1. تمام تمام شكرا. نعم، في حد كده عنده أسئلة يا فونسين؟ يا باشمهندس، هو الأسايمنت هتبقى إزاي؟ الأسايمنت إن شاء الله هنزله بعد السكشن،
وهبعت لعمر ازاي بالظبط ايه ترفعوه على تيمز، لو ما حد لو في حد ما رفعوش قبل كده على تيمز فابعت له الخطوات بالظبط اللي هو ايه اللي ترفعوها بيه على تيمز. يعني هو انتوا تقريبا انا دخلتكم في التو جروبس للاساينمنت دول صح؟ اه على حسب السيكشن نبدأ بتاعكم. نرفع يعني الاساينمنت. لا انا هو بعمل لكم اساينمنت كده بيظهر لكم وانتوا بتخشوا جواه وبترفعوا الايه هو هيبقى اساينمنت 1 و2 مع بعض، فانت هتعمل بي دي اف كده للاساينمنت 1 و2 مع بعض تجمعهم في بي دي اف وتخش جوه الاساينمنت اللي انا هنزله ايه ترفعه. يعني طب ودي ديدلاين تمام امتى؟ يعني ايه لسه الديدلاين الديدلاين؟ بدري يعني ولا الديدلاين ليه ممكن كمان اسبوع مثلا لحد الميد ماشي تيرم. هو الدكتور قالت لكم الميد تيرم داخل لحد فين؟ قاعد بدأ لحد الانتجرال الدبل قبل كده كمان ايه؟ قالت لحد الدبل انتجرال. تمام لا وقالت ممكن يبقى قبل كده كمان، مش لازم نحدد دبل انتجريشن يعني. تمام واحنا الاسبوع الجاي انتوا هتبداوا الميدترمات يوم مبدئيا كده السكشن خلص يا شباب، فاللي ايه نوقف ريكورد. انتوا هتبدأوا الميد ترمات يوم الأربع اللي جاي صح؟ اه احنا كده حظنا مش لطيف اللي احنا الأسبوع الجاي مش هيبقى فيه سيكشن. غالبا أنا هتأكد بس من غالبا هنزل لكم كده فيديو في حتة صغيرة بتاعة البولر كارتيزيان البولار كوردينيتس بتاعة الدبل انتجرال، بحيث لو يبقى احنا كده خدنا السيكشن بتاع الأسبوع اللي جاي، عشان كده اللي بقية السكاشن هيشتغلوا الأسبوع اللي جاي عادي اللي هما الحد السبت والحد والاثنين. فعشان احنا بس ما نبقاش متأخرين، وأنا أتأكد برضو من الدكتور الميد تيرم هيبقى داخل فيه الحتة بتاعة البولار كوردينيتس دي ولا لأ، بس غالبا يعني على يوم الحد مثلا او قبل يوم الحد هينزل لكم فيديو بسيط كده في الحتة بتاعة البولر كوردينيتس الدبل انتجرال. يعني انتوا خدتوها اصلا مع الدكتور النهاردة صح؟ لا دي ما خدناش. طب ما انتوا وقفتوا فين في المحاضرة؟ هي الدكتور نزلت فيديوهات تقريبا فيها اللي حضرتك بتقول عليه ده. طيب تمام خلاص. في حد عنده أسئلة تانية يا شباب؟